تنساوش انه صار فيه ادمان على مواقع التواصل الاجتماعي، صار فيه ادمان على استعمال الوسائل التي تعتمد على الانترنت وغيره. فترة نقاهة، فترة تنفس، فترة راحة، ما تشوفش انه هذا الشيء ربما راح يعطي تجديد للطاقة الاجتماعية، الطاقة النفسية؟ أكيد. صار فيه ترابط أسري يعني خارج هذه الأوقات، كان الابن ما يشوفش الوالد نتاعو، ما يشوفش الوالدة نتاعو، كل واحد منشغل يعني بالطابلات وغيره. يعني يدخل للدار، فرصة يخرج مع أولاده ومع فاميلته ويقعد مع الأصدقاء، فوالا، نقدروا نشوفوها من هذا الجانب. هي لو يقطعوا فقط مواقع التواصل الاجتماعي معليش. مثلا. نقولوا ويبقى الانترنت، يعني ويبقى الانترنت اللي نقدروا نستعملوه في حاجه اخرى، يعني في المواقع. وكاين تطبيقات حجب ربما لبعض المواقع، لبعض الوسائل اللي يقدروا يستعملوها من اجل الغش. ايه هما يقولوا تشويش، يعني طرق التشويش، يعني تحجب على الشبكه مثلا، يعني يعني فيه دول مثلا مثل الصين، يعني حجب الفيسبوك، يعني كثير روسيا دول روسيا الان حجب الانستغرام، يعني بكبسه زر يعني وتغلق، يعني ما يمشيش كاع في البلاد. دونك حنا استغربنا، يعني يعني قادر تغلق فيسبوك وتويتر وانستغرام وتخلي المواقع. يعني اليوم انا موقع الشحن مثلا شركه توصيل في الجزائر اليوم راهي بالعشرات، صح، علاش تغلق عليه؟ انت اليوم مثلا نحكي لك خسائر، يعني اليوم الموظف اللي متعاقد معك، انا مثلا شركه توصيل، هو وخدامه وخالص، دونك يخرج في الطريق بار اكزوم ما يقدرش يدخل لاباز، دونك اوقع دونك ما ويخلص. انا كشركه أتعب كلها تكاليف يعني على عاتق الشركة بدون مقابل، يعني صحيح. يعني أمثلة كثيرة، يعني بالتالي يعني دائما احنا أنا ما نحكيش على الفئة اللي متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني باش تجوز الوقت، يعني أكيد الأغلبية متواجدة، لأنه اليوم فيه صنفين، الأكثرية متواجدة فقط جام بارتاجي لايك، وكان 5% حتى 10% تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تستخدمه. يعني نعطي لك معلومات رسميه، كاين دي بوتيك هنا في الجزائر عندهم حتى ال 500 حتى ال 1000 شحنه في الشهر، يعني دي بوتيك يعني حانوت عادي نورمال تاع المواقع التواصل. كيفاش يشتغل؟ انستغرام فيسبوك. اوكي. طيب اللي عندهم منصات تجاريه عبر عالم الفضاء الانترنت، ما كانش عقد يلزم ربما الجهة التي تمدكم بالانترنت في حال انقطاع يكون فيه تعويض؟ اليوم انت متعاقد مع من؟ انت اليوم عندك سيرفر مثلا، غالبا الشركات يعني السيرفر تاعها راهو خارج الجزائر، والمواقع اللي نعتمدوا عليهم وين راهم؟ يعني مثلا كيما جوجل، كيما كثير منصات، يعني اللي سيرفر كاع راهم خارج الجزائر، يقول لك المشكله في بلادك ماهوش عندي. ما يقدرش يعوض لك، يعني اليوم الدوله تعوض لك. يقول لك اللي يعني عندهم 3 جي و4 جي ما فيش تعويض. لما يكون مشكل في التدفق، وقتاش نلحقوا التعويضات؟ ربما الشخص او المواطن يمكن انه يتقدم بشكوى ضد المؤسسه او الشركه التي تزود بالانترنت او خدمات اخرى. اليوم حتى الشركه اللي تزود لك يعني تقول لك هذا خارج عن نطاقي، انا هو المسؤول، هذه قضيه بلاد، يعني قضيه بلاد وعارفينها، يعني عندها حوالي 5 سنوات، يعني دونك للاسف